اليوم عندي فيديو كتير حلو لألكن، بدي فرجيكم بريفيو على بوكس من بنفيت كوزماتيكس. اشتريته من سيفورا الإمارات أونلاين. هو بوكس كتير مهضوم، اسمه جيرل أدراما، وهذا شكله. إذا بدكم تشوفوا شو في بقلبه وشو رأيي فيه، خليكم عم تحضروني. اوكي، سو البوكس بيجي هيك، بيجي معدن سعره 195 درهم اماراتي، 195 درهم اماراتي، يعني باللبنان 80,000 ليره، او بالدولار يعني 55 دولار. طلبته من موقع سفورة الامارات اونلاين، ووصل دليفري لعند رفيقته، هي جابت لي اياه لما اجت على بيروت. البوكس بقلبه كذا شغلة. أول شي بيجي هيك شكله، بيفتح كله. اللي حلو فيه إنه بس تخلصوا من الأغراض فيكن تشيلوا هيدا السفنجة كلها سوا، تشيلوا الباكج كلها سوا، تستعملوا البوكس كستورج، كتخزين، تحطوا فيه بعدين مجوهرات يمكن، لأنه العلبة فيها توقف، يعني بتوقف ترجع بتكفي لتحت، سو ممكن نستعمل المجوهرات. العلبة كتير حلوة، الرسم عليها نافر، منه مش رسمة يعني، نافر لبرا مهضومة. بقلبها 1 2 3 4 5 6 أشياء، هن رولر لاش، بريزن برونز، كولوريستا روكاتور، بروفيشنال بنتنت، وكونتور براش. هفرجيكم الرولر لاش اللي جاي هون مقارنة مع رولر لاش الأساسي. هذا هو رولر لاش الأساسي، أنا عندي من قبل، هي ماسكارا، وهذا رولر لاش اللي بيجي بهاي العلبة أصغر. هذا بيجي 8.5 جرام، 8.5 جرام، وهذا بيجي 3 جرام، يعني أقل من النص. بس ما بعتقد في حدا بيخلص بحياته بيخلص ماسكارا كلها قبل ما تنشف. سو هذا مهضوم للسفر، للجزدان، ونفس الريشة، الريشة بتجي مبرومة، والشعيرات تعولها بلاستيك. وهيدي الماسكارا ممتازة للأشخاص اللي بدهم مش يعملوا فوليوم، ليمدوا الحواج الرموش. اوكي، تاني شي موجود هو اي شادو. اي شادو مع برش مع سبونج. هلا انا سبونج ما عجبتني، بس عجبني الاي شادو. الاي شادو كتير خفيف للاشخاص اللي ما عندهم وقت الصبح وبدهم يحطوا اي شادو على السريع ويحملوا حالهم ويمشوا، بيعملوا هيك بيعملوا هيك وبيعملوا هيك وخلصنا، وهي هي، بحطوا هالماسكارا وبيمشوا. بعدين في هون بلاش وتشيك باودر، هول فيهم ينحطوا هون على الكونتور، كتير حلو لونهم. وهيدي هيدي البلاش تاعيتهم. هلا هذا الاي شادو في شوية لمعة، بس كتير خفيفة، يعني فينا نلبسه بالنهار، فينا نحطه بالنهار، كتير خفيفة. والكونتور سات انا استعملتها قبل وخلطتهم مع بعض وحطيتهم، حلوين كتير، هيك كتير 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 خفيف. انا حسيت السات كله، البوكس كله، هي لحدا ما عنده وقت الصبح يحط فاونديشن وبلاش وكونتور مدري شو، عصر يعني بنفتح البوكس طق طق طق، هيد يعني كل المنتجات مفتوحة قدامكم. بتحطوا اول شي الاي شادو، بتحطوا هالماسكارا، إذا بتحبوا البروفيشنال، بروفيشنالز إذا عندكم محل فيه مسامات مفتوحة بتدهنوا عليهم، مثلا في ناس عندهم هون بجبينهم أو هون دقنهم أو حول المنخار، بتحطوا هيك، هو مثل كريم بيجي وبتستعملوا وخلصت. وآخر شيء قبل ما تروحوا على الشغل أو على الظهرة بتستعملوا شيء اسمه بنتنت. هذا كتير مهضوم، أكيد هذا أصغر من الحجم العادي، هذا مثل سامبل سايز، بيجي ليكويد وهو بيعطي تنت. سو انا هلا اوريدي حاطه حمراء، ححطه على خدودي فرجيكم. اوكي،
وبإيدي ريحته مثل مية الزهر، كتير حلوة الريحة. منا قوية يعني، هلأ ما شممتها بس إذا بشم إيدي بشمها. شفته كتير كتير خفيف. بالمجمل أنا الست عجبتني، تستاهل حقها. فيها كتير برودكتس، يعني فيها كذا برودكت للأشخاص اللي ما بيعرفوا شي عن بنفت عن بنفت كوزماتيكس. كتير فكرة حلوة ليجربوا الماركة ليتعرفوا عليها. السايزز تاعو الاشياء صغيرة، سو ما بدلكم وقت كتير لتخلصوا منها او لتستعملوها. بتجربوا هارولر لاش، عجبتكم ممتاز، ما عجبتكم ليكو قد قد صغيرة. هالاي شادو زغطورة، عجبكم عجبكم، ما عجبكم كمان ليكو قد صغيرة الكونتينر. ما عجبكم ما خلصنا. والبنتنت كمان كتير كتير صغير، سو كله على بعضه. اول شيء تجربة للاشخاص اللي ما بيعرفوا الماركة، بيجربوا الماركة. هدية كتير مهضومة للي بيحب يهدي شيء لحدا. المنتجات اكتريتها خفيفة منا قوية، وبحس تزبط اكتر شيء مع الاشخاص اللي ما كتير بحبوا الميك اب القوي، او الصبح ما عندهم وقت بدهم يفتحوا ويحطوا بدقيقتين ويحملوا حالهم ويمشوا. وانا كتير حبيتها ومبسوطة انه جبتها. اوكي، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، بشوفكم الفيديو الجاي.